يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بإذن الله عز وجل وحنشعالا يحل قدر إنا كقهد له غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان دقال كي وينا مدولان كي وينا بدر لو يقالني ودعي بشي رمضان تدبية طبان كيدي صباح سنينة سنة كي اللبات إهجر ذا النبي عليه الصلاة والسلام إنا إن وحسك حصوص إنه عبر يدروس يعشرا إنه كقاض إنه إنه كفى إيدي سنة إنه دعدد آت كأوي قيمها وين وقف لذا وحوية أمة مسلم ك إن ندل استاغنا بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام سيدلو أكسون يا هاي مركي الله صو صاري وحاول شوقي مكة يضع الله استضعاف صدي ومرحلة ضعفنا يكون شران وتقدريهن وهدي أي تاهي أود السياسي مامل يتدقاله يتب الشبا لنع والبا لوغا أود بدن يهي لكن الله سبحانه وتعالى أعربنا يي أو ديارنا يي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحلو فالصحين وإيه جروده مدينة مركي أنصاري سورد ويسي أي قرب استاكتي وحن نبقى عليه الصلاة والسلام وبلابي بلشدا إن أمدايه ولا ليه إن لو دياريه دين تعالى سبحانه وتعالى سيدي أفك اللوغوهي لنا يقعنتنا اللوغوهي ليو مراحل بضنبا جهاد كصوم مري مرحلة دي أقدم بيسي وحلو فصحين الجهادان أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير مركي اللوفة صحي دقالك اللوفة صحي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحو إعلامي دقال كدنا وحوية قال هذا ويقوه الرئيس قول هذا سو صارتي النبي كدش عليه الصلاة والسلام أما حرنتي يا مركزكي مركا لو قلت لنا يا عرب لو قلت لنا يا أم بكاء النبي عليه الصلاة والسلام مرهدو قال حالة دقال وحو قادنا يا أسباب تيس وحبال لحورامي سردو نديسا شقيني النبي عليه الصلاة والسلام وحو النبي أخبارتكو هلي سفر آدوين أو قريش لا ذاهي أمك كسو بحي وكسو عضا الشام إني صبحين بشي جماد الأول إلا جماد الثاني أيا وركا الله هلي والله بحي ماشي اللي قفل يوحى لتغيق ونافي أو أقد بحق الشام لول كان هذا سوريا فلسطينيا لو يقان قياس تواهيان سفر كاسي حلقة وصورنا قنيو وحلو شيخ النبي عليه الصلاة والسلام حقد دبوكو قادي قافلة دي أما سفر كي أبو سفيان وهو قامنا يي أو لعق يذهب يهن تبضن سيدا مكاو سيدا إنا يوحوي يسو اللابتين رق صحابة أبو الدري حكتي بيصوه بيا هل كائن مريان يهل كي كسوا أديهم بلقوا قادي طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي بو أمر كسي عدي الديارة قال هذا فركو دينا كقيب قادته أو صفر كي قريشة دي وينا إنو سور دوادي عدي الديارة دوني سينا كقيب قشينا أفرنتهي نبي كمات كان عليه الصلاة والسلام انتي كفك فوقيد حافظها سنتر كأنا عوالي يحافظها ششكوي الدقنا إن بضانو كم إذا وركو مقارن لما نسوغن لكن انتي سهلي سيوركو قاريي يا انتي دنيني سينا بغا إني راعد عليه الصلاة والسلام
ama jaanis haysay ayaa u diyaar garoobay inay safarkaas gaaladu ay leedahay in la soo dhiciyo. Waxaa loo soo dhicinaya waxay ahayd awalan muslimiinta xaalkoodu inuu isbedelay oo ay awood u leeyihiin weerar inay qaadaan in la muujiyo. Mar labaad waxaa la doonaya cadowga in la xanuujiyo. waxyaabaha ugu badan ee dadka lagu xanuujiyana waxaa ka mid a dhaqaalaha ayaa ka mid a. Mar saddexaad xoolaha gaaladu ay ku soo adeeganaysay safarka lagu soo daray qaybo badan oo ka mid a waa xoolihii dadkii muhaajiriinta ahaa laga dhacay, oo rag badan oo maalqabeenna abaa jiray oo xoolahoodii isku furtay si ay u hijroodaan, oo hantidoodii maguurtada ahayd iyo tii kaleba lagala wareegay. Markaa dadkan saxaabada ee ku duulaya laftooda hanti badan bay ku lahaayeen, oo xoolihii laga dhacay baa ka mid a xoolaha meesha maraya. asbaabo badan ayaa nabigu u danaynaya calayhi salaatu wasalaam gaalada in laga soo qabsado. waxaa baxay ciidan waxa weeye gaadhaya 312 ayaa madiine ka baxay. ujeeddada ay u baxayn ay tahay in gaalada laga soo qabsado, furka laga soo qabsado, oo waxa weeye ghaniimadaas lagala soo wareego si waxa weeye muslimiintu awood dhaqaale iyo mid ciidan bay uga helaan. Abu Sufyaan hogaamiyuu ahaa, laftiisu waxbuu xansanayay, waxbuu wareysanayay, xoga iyo xuuraan uu helay, wuxuu ogaaday khatar inuu ku jiro. Markuu dabagal sameeyey ee uu xuuraamay, waxaa usoo baxday Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisu inay aada ugu dhow yihiin oo ay doonayaan safarkan inay la wareegaan. waxaa la socda Abi Sufyaan waa 240 nin oo dadka burcadka ah ama jidgooyada u gelaya ka difaaca. laakiin ciidan xoog leh oo ciidan dhan oo soo duulay ka difaacaya ku talagalkoodu ma ahayn. Abi Sufyaan laba tallaabo u qaaday. tallaabo waxay ahayd inuu gaaladii maka joogtay uu yidhaahdo hantidiina soo gaadha, Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam baa kusoo dhawaaday oo doonaya inuu dhaco. tallaabada labaad ee uu qaadayna waddadii lagu yaqaanay ay mari jireen inuu ka bedasho waddada xeebta uu maro. safarkii waa badbaadiyey, warkiina gaaladii waa gaadhay. gaaladii waa isa soo bahaysteen oo way soo baxeen. waxay u soo baxeen safarkooda inay dhacsadaan. markay meel dhexe soo marayeen baa Abu Sufyaan gaarsiiyey in waxa weeye safarkoodii Ilaahay u badbaadiyey, muhimmaddii ay u soo baxeenna inaan hadda loo baahnayn ay iska laabtaan. waa la tashaday. rag badani waxay yidhaahdeen mar haddii safarkeenna Ilaahay inoo badbaadiyo dagaal umaynaan soo bixin, safarkeenna inoogu muhiimsanaa aynu laabanno. Abi Jahal oo datiisu ay ka socotay, ajashiisu halkaa ay ku ekayd, ayaa wuxuu yidhi Ilaahay baan ku dhaartay inaynaan laabanayn, raggii ku taliyeyna aada buu aflagaadeeyey oo wuxuu ku tilmaamay inay cabsadeen. waxaa wuhi ilaa aanu meeshii tagno Bader, ceelkii Bader, oo habluhu noo heesaan oo khamriga aanu ku cabno geelana naloogu gowraco oo aanu ku damaashaadno carabinana maqasho oo naga haybadaysato ilaa aanu sidaa yeelno wallaahinana noqonayn. dhinaca kale Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday safarkii inuu badbaaday oo ah ujeeddadii loo soo baxay, gaaladiina ay soo baxeen oo dagaal ay diyaar u yihiin, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu u sheegay xaqiiqada siday wax yihiin iyo gaaladii inay soo socdaan oo duulaan iyaguna ay yihiin. xaaladda ma dagaal baynu u bedelnaa mise waynu iska laabannaa mise talooyin kalaa keenaysaan? nabigu saxaabadiibuu u bandhigay. muhaajiriintii oo koobnayd ayaa hadalkii isu daba maray oo yidhi diyaar baanu nahay. nabigu wuxuu yidhi ashiiruu calaya ayuha annaas, isagoo eegaya ansaar, waayo ragga ugu badan ee meesha maraya iyagay ahaayeen. heshiiskuna wuxuu ahaa madiine inay ku difaacaan, laakiin duulaan magaalada bannaankiisa in la qaado layskuma ogeyn. iyagiina waxay yidhaahdeen nabi allow, waxaan u jeeddaa saanu u fahmayno, annaga ayaad noo jeeddaa, annaguna diyaar baanu nahay.
هداد بدوين تنقل سوا كل قلينا السيدة الله سبحانه وتعالى كو أمره كصعب مركز النبي فرحة عليه الصلاة والسلام مركز حالة دو يسوب بدا الشيء حالة دقال يسوب بدا الشيء إلهي وكور بحي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وحوي إلهي وحوي وحوئذين بلن قاضي لبضا مد إناد سفر كي قريشيت قعان تكون دكتان أو يدور داوع يدبات تيدين سوء قارين آل الله بطان هانتي دا آت كوبطا إيو إن تاسي إذن دافتو لكن دقال يديك يدباتو آل كولنتان وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإذكو أتعشهين تدقال كمو يعني التكلاء أتعلي سريسان ونفت بن آدم كواحيس كغت الله على حب الدنيا إن سفضد وحيس كهشو سفضد قول أي أقعدو لبآن وسوء قاعدين بان نفت إس كغت الله على تي ألا الدون يبا دعضي وليس كهريمي وحال كان إلعى مسلمين تكسو تشيدة صدح بقول إيا دوري طبن لابا فرس بي وطان وحاوي ديار قروغ سينو الشاقل محوق بدني أو سيهاب قناع الله صوبحي أو سفر قناعسي إلا صول لحصده أيالو قطلق علي هبكو آد أمد ديار سنين رقو آد أمد ديار سنين دقال غنيمو يحولا لو سعودي وحيابها صوردن أسباب كحيرن بيهيد نبي عليه الصلاة والسلام صحابة إلا سعودي لنا عكلا وحكسو تشيدي كن وحكبضا أو عيدنا وكسو بحي هنتيدو دي آدك وحوق بضنايد سندك با أما بلا أي كنو لان لهاي سفر كودي ونوع والبلا ذهب مريو راشين وحيابك لدوان أقبك لدوان أي كترتو ليلحوليه نبال دعيا ولبنا واحد دعيا رقي شلي دي كتغي وحوية مستضعفين تاها وهيبدو دي مكان دي شرفتو دي إلى الشرعي وحماس بدني كقوحي بقل فرس وطا هنتي آدو بضن وطا قيل بضن وطا أيا وحوية صوبحي هل كيبا ليس كهريمي دقال كيبا وحوية نعي تفاصيل شيء نوغم مهم سبينو كقاضرين دقالك دروس تي عبر كلا قاضنا ينا درس قد دم به أيان إن شاء الله تعالى كجاه اللهنا تقال كي مركي ليس كجاه ريمي وحوي نبغ عليه الصلاة والسلام مركو دعاء استي أسباب تي ليمي عيدا كي هبيي عربي نبغ عليه الصلاة والسلام معنويا وروحيا إن عيب بدر عيدا كي لقد استي أي تقال كي سيد أكو جلال يدور لقب بدني هاي يدو لغا حماس بدن يهي يدو وحوية أسباب بدن أي قالت وضطه أيها الدانة الله سبحانه وتعالى وأهي لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ملائك با إلهي سودتشي وحوية أهي لسه الله سبحانه وتعالى النصر يسيب سودتشي نتيجة دي وحي نقطي قالت ولمن بدحذو دي أبضن تضباطا إلا قدلو تضباطا مدحدو دي اي كوشرت لغا قبصدو مال تضباطن اي كود انتان تضباطن نولا لغو قبطي راو عاد دي كاي من ايان آد بو بدناني مسلمين تينا وحكاد انتاي وحوي نمبر آدو ير افريا طبا وحكو دو دو ايا كاد انتاي قول آد اوي ايا الله سبحانه وتعالى ماشي كاد عضي وحا الهي وكت البامي وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان مالنتي قالوا يا مسلم ومدى النبي محمد سقوه الرئيسي أي سقوه ريمادان أي مالن تاسي النقطي وحي النقطي مالن الله سبحانه وتعالى حق ووهي لي وحي النقطي مالن قال ذي وحوية الله سبحانه وتعالى أوهو شيي خلاصة أمر دعضدي غزوة بدر مركينو سوكوبنو بعدو ينكيدي وقم بهم سنيد
intaasay insha allahu tacaala ku kooban tahay wixii cibar iyo cashar ee ku suganna xalqada dambe insha allahu tacaala ayaynu kaga hadli. wallahu aclam, wsala allahu wasalam wabaaraka wa ancam calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi wasalam.